مجموعة بنات خريجات كلية الهندسة والبترول، مشروع تخرجهم هو عبارة عن فكرة لمعالجة التربة بما يعود منفعة على الدولة والمجتمع. أكيد راح نتكلم معهم حول الفكرة وما هي الفائدة. يا هلا ومرحبا فيكم ومبروك التخرج. أهلين أهلين. الله يبارك فيك. في البداية لو ناخذ فكرة عن المشروع اللي هو مشروع تخرجكم تحت مسمى معالجة التربة. مشروعنا عبارة عن معالجة التربة الملوثة بالنفط باستخدام طريقة البيمي ريميديشن، أو ممكن نقول إنها الباي ريميديشن. هي استخدام دود الأرض والبكتيريا في معالجة التربة النفطية. أي حلو. إنزين، الفكرة أنتوا اللي اكتشفتوها ولا الجامعة هي اللي مثلا اقترحت عليكم هذه الفكرة وأنتوا طورتوها، أو هي فكرتكم من إنشائكم؟ لا، احنا بالبدايه كنا قاعد ندور حق مشروع يعني تحت تخصص الانفايرمنتال انجينيرنج اللي هي الهندسه البيئيه. دورنا شفنا شنو المشاكل البيئيه اللي نعاني منها بالكويت. وصلنا للتربه، لقينا ان في مشاكل كبيره تعاني منها تربتنا بالكويت. عشان كذي دورنا الطرق اللي يعني قاعد يعالجون فيها الحين بالكويت، وقررنا ان نطورها. حلو. سعده، ليش اخترتوا هذا المشروع او هذا المجال؟ هو المشكلة وايد كبيرة وموجودة بالكويت من أيام الغزو، هي صارت من الغزو. إيه؟ تلوثت تربة الكويت. صحيح. بالغزو، فلما يعني دورنا عنها أكثر وعرفنا أنها مشكلة وايد كبيرة تأثر على البيئة، تأثر على صحة الإنسان والنباتات ووايد أشياء. فقلنا صحيح. من المهم طبعا أن يعني نبتدي أن ندور لها حل، والحمد لله يعني قدرنا نلقي حلها. لقيتوا حلها. انزين وسن، شنو الوقت اللي يعني اخذت منكم الفكره على اساس انكم تنفذون المشروع؟ احنا مشروعنا اساسا كان بكورس الجامعه اللي هو 3 اشهر. فعشان احنا نلقى المشكله نفسها ونلقى طريقه الحل، طريقه المعالجه، خذت منا تقريبا بين شهر الى شهرين عشان احنا نفهم طرق المعالجه اللي موجوده ونطور عليها. وبعدين كتجربه اخذت منا تقريبا شهر. حلو. زين. شهد، يعني تقدرون تطبقون الفكره مالتكم المشروع على ارض الكويت؟ يعني ناجح ان هي تطبق على هذه الارض؟ احنا جربنا عينه من التربه، بس ولا مره جربوا هالطريقه بالكويت، وقاعدين نقترح انه يسوونها. حلو. يعني اقترحتوا، بس لازم يكون، بس ما جربتوها على الارض. بلى جربناها بس على عينات من يعني صغيره. اي، على عينات صغيره. يعني خذينا عينات من يعني كميات تلوث مختلفه، طبقنا عليها التجربه لمده شهر، طلع عندنا نتائج وايد زينه. يعني ممكن انها تطبق وصالحه تربه الكويت. بالعكس، صار عندنا يعني انخفاض في كميه التلوث يتراوح من 20 ل 60% خلال 3 اشهر، خلال 3 اسابيع، وهي المفروض تستغرق 3 اشهر. صحيح. فهذا شيء وايد زين، معناته تصلح حق تربتنا ان شاء الله. فعلا. زين عايشه، شنو تشوفين ان الفكره مالتكم ايش كثر ارض الكويت او تربه الكويت محتاجه حق هذه الفكره؟ وايد صراحه. لان عقب الغزو العراقي مثل ما قالت سعده، صار عندنا تلوث كبير بالتربه. صارت التربه مشبعه، يعني كميات كبيره تقريبا 114 كيلومتر مربع من التربه مشبعه بالنفط. فبالكويت حاليا يعني احنا تواصلنا مع الكي او سي، لقينا ان هم حاليا قاعد يشتغلون عليها في 3 طرق مختلفه. صحيح. تخصصنا بالبايو ريميديشن، تعمقنا فيها ورحنا على البيم ريميديشن اللي هو فرع منها. تربه الكويت وايد فيها يعني ممكن نقول خصائص تخليها طرق معينه فقط لتستعملها. عرفتي؟ لان التربه جافه، ايضا صارت هي مرت في عمليات تجويه عقب الغزو، يعني تقريبا صار له فوق 20 سنه التراب مشبع بالنفط. اي صح. عرفتي؟ فمو جميع الطرق تنفع معاها، والصراحه شيء وايد زين ان قدرنا نوصل حق طريقه تقدر تعالج هالمشكله. اي صحيح. مثل ما طرقتي وقلتي ان فتره الغزو تلوثت البيئه عندنا بشكل كبير، وفعلا حتى في امراض عندنا بالكويت مو موجوده في دول ثانيه بسبه الغزو، اثار القزو. انتم فكرتكم سعده على اساس ان هي تعود بفائده على المجتمع وعلى الدوله، شنو هذه الفائده اللي هي على المجتمع وعلى الدوله؟ طبعا مثل ما قلنا، اول شيء الفائده اللي هي من ناحيه البيئه شيء وايد مهم. وثاني شيء حق الدوله، ان لازم الكويت تكون يعني انفايرمنتلي فريندلي، لازم ان نعدل الانفايرمنت بالكويت. و فوق هذا ان احنا الحين قاعدين نسوي هالمشروع باستعمال التعويضات اللي الحين قاعد تجينا من الغزو. فاحنا اذا ما يعني ما استعملناها سون، خلاص راح ما راح يكون في تعويضات، و
يعني لازم نتصرف as soon as possible عشان ما تزيد المشكلة بعد. صحيح فعلا احنا ارضنا محتاجة لهذه الفكرة وسن. اكيد يعني هذه الفكرة وايد مهمة ومحتاجين لها يعني لتطوير الاجيال اللي قدام لتوفير بيئة صحيحة لهم للعيش المناسب. وسن ما لقيتي احد تبنى هذه الفكرة؟ والله في احنا كان عندنا معرض مشاريع التخرج قبل اسبوع ففي وايد جهات مرونا و they were interested بالموضوع نفسه ووايد طرحوا علينا أسئلة وخذوا our information الإيميل وهالأمور عشان يتواصلوا معنا إن شاء الله. حلو. إنزين هل حاطين خطة لحياتكم المهنية أو مكتفين بشهاداتكم وتخرجكم؟ طبعا راح ناخذ رأي واحدة واحدة على هذا السؤال. عايشة اكتفيتي بالشهادة ولا لا حاطة في خطة مهنية حق حياتك والمجال اللي أنت تخصصتي فيه؟ لا طبعا يعني الإنسان مو ممكن انه يوصل حق درجه معينه من العلم، يعني العلم وايد كبير وانا صراحه احب اتطور بهالموضوع في الجانب العلمي وايضا في جانب اللي احنا قاعدين نسويه الحين هو معالجه التربه. وايد حلو تخصص التربه جزء اساسي من الهندسه المدنيه فانا احب اني اتعمق فيه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله وتوصلين للمراحل اللي انت تبينها. سعده اكيد طبعا نفس الشيء، يعني اكيد ابي استعمل اللي احنا درسناه واللي احنا يعني قعدنا اشهر عشان نتعلمه بان فعلا نطبقه ونساعد الجهات اللي تقدر تسويه يعني بالصدق. فايوه بس يعني وسن ايه ان شاء الله ناويه اكمل ووايد استفدنا امور بهالخمس سنين اللي درسنا فيها بالجامعه، امور احنا ما كنا نعرفها ولا ندري انها موجوده، فان شاء الله ناويه اطور من هالموضوع. شهد ان شاء الله ناوي اكمل واتمنى ان احنا نكمل على المشروع بالوظيفه ونشتغل فيه. انزين في بما انكم مجموعه من بنات ما شاء الله عليكم واكيد متكاتفين مع بعض وما في عنصر رجالي بينكم، شنو السبب؟ اولا احنا صديقات فالحمد لله قعدنا كلنا مشروع تخرج كان واحد وغير كذي اوريدي الجامعه عندنا يعني الى حد ما نقدر نقول فاصلين عن بعض ببعض الامور، فمشاريع التخرج عاده نقول كل جروب الواحد فيه بس شباب او بس بنات. هذا هو السبب. فكره ان الـ يعني الرجل في سوق العمل مجتهد ولا بصمه اكثر من المراه وما اخذ فرصته، انتم ايش رايكم بهالكلام؟ لا بالعكس لا بالعكس احنا وايد مرينا يعني بنات حريم يشتغلون في هالمجال، يشتغلون بمجالات وايد كبيره، فيعني كلش ما في فرق انه صار انه خلاص انه يعني الحمد لله احنا كلنا نقدر نسوي يعني ما شاء الله قادرين نسوين كل شيء ما علينا قصور. انزين شنو وسن؟ شهد سوري شنو تعليقك على الموضوع اللي تو قلناه؟ انا اشوف ان الحين هذا الوقت ماكو فرق بين المراه والريال، واحنا سوينا مشروعنا وما احتجنا ولا يعني ولا رجل بالمشروع والحمد لله سويناه وكان ناجح. حلو. انزين انتم الحين خذيتوا هذه الفكره مشروع التخرج، ما في فكره ثانيه قاعد تحاولون تشتغلون عليها وتفيدون وبكون انتم مع بعض اكيد كل واحده فيكم تعطي فكره كذي مثلا، ما في فكره ثانيه؟ احنا يعني عليها. احنا الحين التربه اللي عالجناها قاعد نفكر شلون نقدر نستخدمها، شنو استخداماتها؟ لان يعني هي بالنهايه كانت ملوثه بالنفط ولا يمكن انها توصل حق يعني درجه النظافه مثل التربه الطبيعيه اللي غير ملوثه. فاحنا الحين قاعد نبحث عن يعني طرق نقدر نستخدم هذه التربه فيها بعد المعالجه طبعا. اوكي من باب الطرق شاهد تبين تشاركين؟ احنا نبي نجرب ان نزيد فتره المعالجه للتربه وبنشوف شنو تاثيرها على التربه، وبعد ودنا نجرب ان طرق ثانيه من الدود يعني انواع ثانيه من الدود ونشوف تاثيرها على التربه، فنشوف انه يقل التلوث بنسبه اكبر ولا لا، لان احنا كان بمشروع التخرج فتره حيل قصيره فالحين ما عندنا شيء ونقدر نكمل اكثر من شيء. يعني احنا بدينا بس يعني بدينا بس خلص المشروع الحين انه قاعد نزيد قاعد نبي نكمل نبي نشوف اكثر ريزلتس واشياء ثانيه لان اثبتت اللي بفتره صغيره وايد زين، فان شاء الله اذا كملنا يعني يكون بعد نلقى نتيجه احسن بعد. حلو. بما ان احنا قاعدين نتكلم عن التربه اكيد مثل ما تعرفون ان عندنا زراعه كويتيه. صحيح. في ارض الكويت، تتوقعون هذه الزراعه مثلا المنتجات اللي تطلع من هذه التربه لها تاثير بما ان انتم دارسين شلون هي التربه ملوثه لها تاثير على الثمار او الخضروات او الفاكهه؟ هو من
ناحية الأرض الملوثة مستحيل تقدرين تزرعين عليها أشياء لأن كلش خلاص ما تنفع. بس الحلو بمشروعنا أنه لما حطينا الدود وسوينا تجربة ونظفنا التربة في نسب معينة مثل ما قالت عايشة، شفنا أن كمية المينرالز والأشياء اللي تفيد النباتات والزراعة زادت غير عن الطرق اللي أولريدي موجودة الحين قاعد يسوونها. فهذه نفس مثل ميزة صغيرة معنا. فإيه يعني إذا عالجنا بلا ممكن نزرع أشياء ممكن. تتطور عندنا الزراعة هنا بالكويت في هذه هو إحنا بمشروعنا جربنا نزرع فيها وفعلا بعد المعالجة قدرنا صجنا النبتها ما استمرت معانا لأن قلت ما وصلنا حق الدرجة اللي خلاص نظيفة ما قدرنا يعني لضيق الوقت عرفتي. بس إن شاء الله الحين قاعد نشغل موضوع الزراعة قاعدين نشوف إيش كثر تقدر النبتة تتحمل شنو أنواع الزرع اللي نقدر نزرعها عليها خصوصا أنا بعد كمية الأرض اللي موجودة بالكويت كمية حيل كبيرة يعني 114 كيلومتر سكوير فوايد يعني كل الشكر لوجودكم معنا المهندسات وإن شاء الله نشوفكم في أفكار جديدة فعلا تنعكس على المجتمع والدولة. كل الشكر لوجودكم معنا. كلمة أخيرة واحدة واحدة فيكم بالاسم حابين توجهونها مثلا لأحد يتبنى مشروعكم أو أحد تشكرونه على هذا المجهود اللي أنتم قاعد تبذلونه. أول شيء أحب أشكر شركة كيوسي لصراحة ساعدونا بشكل مو طبيعي. أيضا أحب أشكر دكتورنا عبد الرحمن الصليلي وأحب أشكر الدكتور مشاري المطيري اللي ساعدنا وايد بمشروعنا وبالفكرة وعطانا كل المعلومات اللي نحتاجها. مشكورين ما قصرتوا وأحب أشكركم أنتوا على استضافتنا. مشكورين ما قصرتوا حبيبتي ومنورينا أكيد بالاستديو سعدة. حابة أشكر نفس ما قالت عايشة KOC يعني ما شاء الله المهندسين اللي فيها وايد ساعدونا مهندس عايشة البارود مهندس عبد العزيز قاسم ويعني كلهم ما شاء الله كانوا وايد ساعدونا في هالمجال لأنهم متخصصين فيه. وحابة أشكر دكتور عبد الرحمن الصليلي دكتورنا وكل كل القسم اللي ساعدكم وسن. هم بغيت أزيد أشكر شركة كويت ناشونال فوكل بوينت وايد ساعدونا ما قصروا معنا KOC دكتور عبد الرحمن صليلي دكتور مشاري المطيري ما قصروا وشكرا لكم على استضافتكم لنا. حبيبتي شهد أنا بعد نفسهم نبي أشكر KOC ودكتورنا عبد الرحمن الصليلي وأي أحد ساعدنا بالمشروع أحب أشكره ومشكورة. حبيباتي كل الشكر على وجودكم معنا بالاستديو ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم ونشوف مشاريع أكثر من كذي تعود لمصلحة على البلد والمجتمع. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا نشوفكم على خير إلى اللقاء.